تصار بين اسطنبول وازمير، دبابه الالتاي الصناعه المحليه، ثاني اطول جسر معلق في العالم، مروحيه مقاتله جديده بتوقع اتاك 2 او ان كانت اتاك 1 بالاضافه للجوكبي هي مأهوله، توغ سياره الكهربائيه، اقمار صناعيه، اطول نفق في اوروبا. طيب بعد كل هالكلام الطاقه الشمسيه في اوروبا تماما بعد كل هالكلام كيف تضعف الليره التركيه وكيف يتقوى الروبل؟ تدخل خارجي، هي الحاله الوحيده، لا توجد حاله ثانيه، تكسر العلم. الاستمرار في مثل هذه الانجازات سيجعل الليرة التركية تقاوم وتعود إلى قطعا، ولكنها تحتاج إلى وقت. نحن اليوم بأزمة مالية عالمية، برأيي نحن في نصف الأزمة، ما صارت من الكساد العظيم يعني سنة 29 القرن الماضي، نحن دخلنا الأزمة الحالية ما في شك، نحن داخلين فيها صار لفترة. اليوم إن انهارت القطاع البنكي الأمريكي ستظهر البروباغندا الإعلامية أكثر وأكثر، مما يؤدي إلى إفشال مؤشر الثقة، مما يؤدي إلى 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 حص إلى 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 وضوح الأزمة المالية العالمية لدى الناس العاديين، ولكننا نعلم أن الأزمة المالية العالمية موجودة أصلاً. طيب نأتي الآن إلى 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 أمر كان ينقص الحكومة التركية من ناحية الواردات، الغاز، الطاقة، 40-50 مليار دولار فاتورة الطاقة سنويا، 710 مليار متر مكعب تم اكتشافه في تركيا للغاز، 12 سنة يكفي تركيا، خاص وعام، غاز نقي، غاز نعم، من أنقى الأنواع الآبار خلينا نقول في العالم، 12 سنة بكفي للبيوت وللمصانع والمعامل إلى آخره، 710 مليار متر مكعب قيمتهم ما تعادل 1 تريليون دولار، النفط 10,000 برميل بما يعادل مليار دولار، تم اكتشاف بئر في شرناق. فكل هذه المحن التي حصلت لتركيا أنا أقول الحمد لله التي حصلت هذه المحن، لأنها لولا هذه المحن لم تحول تركيا هذه المحن إلى منح. الاستهلاك السنوي للشعب التركي 45 إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز، تقريبا تم تخطيطه، تقريبا تم توفير هذه الفاتورة. هذا يعني أن العجز في الميزان التجاري سيتقلص. العجز كما نعلم الصادرات والواردات، إن كانت الصادرات أكثر ففي فائض، إن كانت الواردات أكثر ففي عجز. واحدة من أحد أهم أسباب أو منتجات الواردات كانت الطاقة من روسيا وأذربيجان وإيران وعلى رأسهم الغاز. تركيا ستصبح واحدة من ممرات الغاز في العالم.